قبضت الشرطة الأردنية من أيام على زين كرزون أخت المطربة الأردنية ديانا كرزون، وحاليا زين محبوسة لمدة أسبوع على ذمة التحقيقات. وأكدت بعض الصحف الأردنية أن زين كرزون اتحبست بسبب سبها وذمها لأكثر من شخصية على صفحتها على سناب شات. لكن كذبت أختها الفنانة ديانا كرزون الكلام ده، وقالت أن أختها ما شتمتش حد، والسبب الحقيقي ورا حبسها أنها أثارت قضية بنت اتعرضت للوفاة في مستشفى حكومية بسبب خطأ طبي. وقالت ديانا كرزون أن البنت اللي ماتت عملت عملية تصغير معدة، وعلى مدار سنتين عانت بسبب العملية اللي اتعملت بطريقة غلط. وقالت ديانا كمان أن أختها اتسجنت ظلم بعد ما فضحت الدكتور ده ونشرت كل الملفات الطبية اللي وضحت تفاصيل العملية والخطأ الطبي اللي حصل. عامة التحقيقات لسه شغالة، وأكيد هتظهر الحقيقة قريب جدا. الحقيقة أن دي مش الصدمة الأولى اللي اتعرضت لها ديانا كرزون السنة دي، لكنها من حوالي شهرين اتعرضت لإشاعة غريبة جدا، وهي خطف ابنها، بالرغم أن ديانا مش متجوزة ولا عندها أولاد.